تانجن هون جي اوف اس يساوي واي اوف اس على يو اوف اس ويساوي اس بلس 6 على اس سكوير بلس 5 اس بلس 6. واضح مباشره من هاي انه دي بتساوي هلا بناخذ بنبدا في الكنترولر بالكانونيكال فور رح ناخذ واي اوف اس على اس بلس 6 يساوي يو اوف اس على اس سكوير بلس 5 اس بلس 6 رح نعمل سيتنج لهاي بتساوي اكس 1 اوف اس هو احنا بنعملها انا عاده بحطها كيو اوف اس وبعدين بنساوي كيو اوف اس في اكس 1 اوف اس بس انا اختصرت هاي الخطوه مباشره عم نساويها هون باكس 1 اوف اس رح يصير عندي الان هلا اس x1 of s بيساوي x2 of s إذا x1 dot of t بيساوي x2 of t فكأني عمالي بحكي هون خلينا نطلع هلا إذا عم نقول إنه x1 of s موجودة هون بتساوي y of s على s plus 6 بعدين عندي x1 dot بتساوي x2 فمعناها x1 بتساوي تكامل x2 فتوقع انه احنا رح نعمله هون رح نحط هذا رح يكون هذا هون x1 x1 of t x1 dot of t x2 of t هاي رح تصير x2 dot of t بتساوي مزبوط هاي المعادلة x2 كاملتها اعطتني x2 بعدين x2 من هون بتساوي x1 دوت و x1 دوت كاملتها اعطتني x1 فهذا الشكل النهائي وصل له من هون هلا عندي المعادله الثانيه رح يكون عندي هلا u of ناخذ الجزء الاول اللي هو هذا رح ناخذ هذا الجزء عندي u of s بيساوي s سكوير x1 of s زائد 5s x1 of s زائد 6 x1 of s هلا عندي x1 اذا اشتقيت x1 مره شو بتعطيني؟ x2 واذا اشتقيت x2 مره بتعطيني؟ x2 دوت فبصير عندي هذه هون x2 دوت of t زائد 5 اذا اشتقيت x1 بتعطيني؟ x2 of t وبعدين عندي 6 x1 of t وهي بتساوي u of t باي شكل بدي احطهم؟ بدي انا الـ x2 على الجهة الثانية او بدي اخلي x2 على هاي الجهة وانا الهدوك على الجهة الثانية بصير عندي هون u of t بعدين عندي هون 6 minus 6 x1 of t ناقص 5 x2 of t زائد y of t وعندي المعادلة اللي هون كانت x1 dot of t بتساوي 0 x1 of t زائد x2 of t زائد 0 U of T. ايش صار عندي الان متوفر؟ A و B. صار عندي A و B فصارت عندي A شو بتساوي؟ 0 1 ناقص 6 ناقص 5 منهم. هل هاي بالكنترولبل او كانونيكال فورم؟ الكنترولبل عادة بيكون حسب الخيارات اللي بختارها رح تشوفوها مختلفة في كتب مختلفة. يا اما بكون في عندي سطر من الارقام هون والباقي باي زيروز الا ال1 الونز اللي بيكون اوف الدياجونال فاذا كان هذا تحت وين راح يكون هذا اوف الدياجونال لفوق او بيكون عندي سطر من الارقام بيكون عكس فوق والباي زيرو وفي واحد تحت الدياجونال بس لتحت منه بي او بي شو بتساوي 0 بي بتساوي 0 1 دي احنا اصلا قلنا بتساوي 0 شو ضل عندي لازم اخذ المعادله الثانيه المعادله الثانيه اللي هي واي اوف تي إذا بدكم نختصرها مباشرة راح أحطها y of t x1 مشتقتها بتعطيني x2 و6 في x1 فهاي بتصير 6 في x1 of t زائد x2 of t المعاملات هاي شو بتمثل؟ c فc بتصير عندي بتساوي 6 1 d بتساوي 0 صار عندي الموضوع اوكي اذا هي هذا الكنترول في الكانونيكال فور نرسمه عندي هلا 1 1 اس هون واس هون هلا عندي بدنا ناخذ قلنا انه اكس 1 سوينا اكس 1
X1 راح أضربها الآن 6 بدي أضرب X2 في 1 وهدول التنين مجموعهم راح يعطيني Y of T. وبعدين عندي المعادلة الثانية اللي هون عندي Y of T أو X2 dot هاي X2 dot بتتساوي U of T U of T minus هدول التنين فعندي minus minus plus هون عندي U of T X1 مضروبة في 6 خليني أمحي هاي و X2 مضروبة هاي الكنترولبل كانونيكال فورم تذكروا مرة ثانية نذكر حالنا كنترولبل كانونيكال فورم عندي أشياء بتطلع من هون بترجع بهذا فهدول كلهم بيك اوف بوينت مش انكمينج بوينت أو سامينج أو أدينج